تخاف انني نكون انا بما بروبر بيرسوناليتي وانني ندير داك يعني ندير الدومين ديالي. سلام واضح. سلام بيبز. اتس ايدين. بالنسبة لي ما كيعرفنيش، جو سوي ايدين، جو سوي ان ارتست انفلونسور سو لي ريزو سوسيو، جو سوي ان ميك اب ارتست، ان شانتور اي لير دانسر از ويل. بداية ديالي في لاغ بديت بلا براتيك دي مون انفونس. مي كانت عندي ديك 10 ans 11 ans بحال هكاك وليت كنعرف شنو هو الميك اب، وليت كنقيس الميك اب، يعني كندير شي حاجة كانت كتعجبني من الصغر. دونك بليت افيك مي كوزين ما سير وبوحدي بارفوا في يو نو سو اي دو ميك اب. تعلم دي زيكزيرسيس بوحدي وكنشوف في يوتيوب في لي سيت اي تو في الانترنت سو انترنت. دونك جوسكا ماتنو باقي حتى الان ميم لي ميم زابيتود باقين فيا دابا. مي كنت من 10 ans 11 ans حتى لدابا. دونك اي فيل ذات اي امبروف ستيب باي ستيب اند ويتش از غود فور مي. يعني قبل ما نبدا في السوشيال ميديا، قبل ما نبدا نحط في لي ريزو سوسيو، يعني كانت واحد لا براتيك بيهايند ذا سين لايك اي هارد براكتيس. Les difficultés que j'ai rencontrées Hayati, c'était la dépression et l'anxiété extrême. It was very very hard. En même temps, on a une leçon les maintenir qui fait que j'ai jamais mal à la toutes les habitudes diary, la méditation, les réseaux sociaux, and c'était étape par étape, step by step, because social media and posting and sharing with people can get really hard for me. C'était a therapy for me, and doing makeup and singing and such. وصراحة une fois خرجت من هاد الانكسيتي هادي شفت راسي باللي راه I was proud of me first, second حسيت براسي بلي I am the best version of me. You love me how you hurt me. You love me how you dare to me but now. نتمنى انه المرة الجاية نعطي قيمة لراسي ونحترم راسي بزاف وما نسمعش الناس شنو كيقولوا شنو لي زوبينيون شنو يقولوا لي شنو نديروا شنو. بزاف انتما فريمون كنبغي كاع الناس اللي كيبغوني الناس اللي ما كيبغيونيش كنبغيكم من كل قلبي. يعني ملي كنقولها راه كنقولها من كل قلبي، انا كنبغيكم، كنقولها باش كنريح نفسي لان I love you so much and yes.